نساندوها تو مادام حكومتنا شرعيه، اما اذا ما خلطتش باش تستجيب نجم تخلي بقعتها شكون ينجم. انا دائما مش نصوت للنهضه ومش نزيد نضغط عليها، معناها انا من النهضه ومش نزيد نضغط على النهضه باش نزيد تواصل معناها في العمل نتاعها في اجتثاث معناها خاصه التجمع. شرعيتها مستمده منا احنا، دونك احنا كي نضغطوا عليها كان فا انتيغي انها باش تخسرنا. مع الاحزاب اللي موجوده تو باش نصوت النهضه. اكيد مش نداء تونس. اكيد انا نصوت لها. لا. ما نصوتش النهضه. لا يمكن الإجابة بين عامة ولا، لأنه بالنسبة لنا احنا الحكومة هي حكومة يعني ائتلاف يعني ترويك ثلاثة أحزاب، لذا النهضة ما تحملش وحدها معناها الحملة هذه، فهمتني؟ الموجه الحملة موجهة للحكومة بصفة عامة. والله لكل حدث حديث، ما نعرفش حجم التراخي وإلا حجم الإنجازات اللي تقدمها الحكومة، على ضوء هذا كان قرر. لا ما صوتش باذن الله ما دام الشعب اللي انتخبها هو اللي معناتها حملها الرساله هذه اكيد باش تستجيب ان شاء الله. خويا انا نخدم الناس اللي تخدم البلاد بالكدا، كان النهضه ما قامتش بالنداء هذا انا ما عادش نصوت له. نعم في اللحظه هذه لا اذا كان صارت حاجات كنا نتوقعوها وتلبت على الاقل 60% من المطالب اللي طلبنا بها اليوم اكيد باش تصوت لحركه النهضه ولا غير حركه النهضه. نعم الواحد عنده مبدا يصوت على خاطره، ونحن الناس هذي نعرفوها ونعرف رصيدها النضالي ونعرف ان الناس معناتها قبل ما تشد الكراسي شدت الحبوسات. بالطبيعة لا. والله اذا كان واصلوا في عدم تحقيق اهداف الثوره اللي هو تقريبا معناتها المطالب المجمع عليها كل الحاضرين اليوم، فاكيد ان الثقه فيهم باش تتزعزع وارد معناتها عدم التصويت لهم. نعذروها ونصوتوا لها مره اخرى. كما كبسوش وما قدش رواحهم لازم يسيبوا فهمت ولا البلاصه. حولات تتحرك ان شاء الله وتكبس باذن الله. نعم. نعم. ان شاء الله. ما نتصورش انا النهضه كحركه معناها ما تستجيبش لدعوه الشعب انتخبها بكل شرعي. ولو فرضنا انا لم تستجب. ليه نسبقوا الخير. الكرسي يغري هكا ولا معناها احنا هنا معاك تو اما راه غدوه يغريك الكرسي ولا تغريك المناصب ولا المعارف ولا ضغوطات ولا باش نجي كونتر هذيك ما فيهاش كلام. نعم نجم نجدد الثقه نتاعي في النهضه. اذا شفت معناها انه حركه النهضه والاعضاء اللي مثلوه في الحكومه معناها عاونوهم ومعناها ما وقفوش ضدهم وما عملوش اعتصامات ضدهم وما عرقلوهمش وكل شيء، ومع ذلك معناها لم تلتزم حركة النهضة والحكومة التي تمثله وتمثل الترويكا معناها بالتزاماتها، فإنه ما تلقانيش معناها لن تجدني هنا لأصوت لحركة النهضة.